أن ألم الفراق كبير ولا يوصف، لكن عندما يتألم الوطن تعتبر الأوجاع والآلام صغيرة أمامه. هذا ما علمتنا إياه أمهات الشهداء في سوريا، وإحداهن السيدة أوديت الديب التي فقدت فريدة كبدها أثناء الأحداث التي شهدتها منطقة وادي النضارة قبل أعوام، لكنها صممت أن تهدي في كل عام لروح ابنها الشهيد إبراهيم السعادة في يوم مولده معرضا فنيا من توقيعها. الحدث فجر عند الأم قدرات إبداعية، هي ما أنا نحاتي من قبل وهي ما أنا رسامة من قبل، هي من الوسط الثقافي، إنما ما كان عندها هالحجم من الإبداع. الحدث حولها لمبدعة وإبداعها جزء من الأزمة السورية، يعني جزء من تأريخ للأزمة السورية. فقد ابنها تحول لفعل إيجابي بشكل أو بآخر لتأريخ الحدث. بديت الأم كل ما صبيعك لامس اللوحة بتخففي بالطيب لجروحة، كرمال هيكي زارعة هالإيد بعطف الأمومي من زمان بعيد، وقلتي بلهفي إذا بتريد يا عمر بكفي شقة وتنهيد، تركني كل الوقت ابقى هون بتروح روحي ساعة الروحة. لا هلا هي رسالة إنه البقاء، ما إنه الروح ما بتفنى، بتبقى هي عم تحاول تولد هالروح بالريشة بالكلمة بالنحت بالرسم. الله يرحم ابنه وابناء كل الامهات السوريات. وفي معرضها النحتي والتشكيلي الذي اقيم في المركز الثقافي بمرمريتا وحمل عنوان حصوات في عنق الزمن، عبرت الفنانه اوديت عن مجموعه من الاحاسيس التي تنضح بخلجات الروح وتفيض بمشاعر الحب والتضحيه. كما تخلل المعرض دقائق موسيقيه وعرض فيلم قصير عن الاعمال النحتيه 19 على عدد سنوات عمر ابنها الشهيد. الحزن كله فجرته بالنحت وبالرسم على لوحات زيتية، خلدت ابنها بالفن، ظل ابنها عايش معها خلال فترات حياتها بعد وفاته. كانت روح إبراهيم ابنها الشهيد هو رسالة وصلتها لكل أم شهيد بسوريا، أنه ما تحزنوا، في شيء بنقدر نعبر عنه بالحزن بالفن اللي بيخلد مع الإنسان بعد ما يموت. أم شهيد حبيت تعبر عن مشاعرها تجاه ابنها، تجاه حزنها لابنها وتجاه افتخارها بشهادة ابنها. كان رائع جدا من ناحية الموسيقى، من ناحية الوصف، من ناحية النحت، من كل النواحي الفنية اللي قدموه. سألدك مرات ومرات بالطين والكلمة والنحت والريشة، لن تموت يا بني. هذه الكلمات أهدتها أوديت لابنها الشهيد، واستطاعت أن تخلد اسم ابنها بأعمالها الفنية المتميزة. من المركز الثقافي العربي بمرمريتا، شيرين العلي، الإخبارية السورية.